السلام عليكم الإخوان، ومرحبا بكم وتحياتي للجميع في كانتي اللي غيكون مساء الغد يوم الجمعة مساء في دائما في الباري فانسن في الويتيام كورس رينيو آن، غتكون حتى الثامنة والرابعة في الأتلي أوروبيان كورس دي 47,000 أورو، وغدا تكون كذلك 2716 ديال الخيول المشاركة والكورد أغوشو في الجراند بيس. على كل حال اخواني الكرام، فانسن ديال اليوم كان كاكاويت، كان تقريبا لالين، كانوا كاملين لي فافوري. حتى تيرف ماريا كانت حطات 5 للولين ديالها اون اوردر 5 ديال الخير. على كل حال اخواني الكرام، بالنسبه للكورس دائما كتجي في الديفيراج ديال كاتر بي، دائما كتجي في الديفيراج ديال كاتر بي او البلاكي. العام اللي داز كان جا 14 والكات والدوز والدو والأونز غامين دي بريديكس ديال مادموزيل سيفيرين رايمون، كاين ياسين بوندون، كاين بيجون، كاين بازير، وكاين بيشي. بالنسبة للخيول الأجنبية كان جا لينا عود واحد دوزيا ماتيو دو غيف، عود إترونجي كان مشى بستة فاصلة جون ميشيل بازير. 2021 كان جا الكيني ديال عود الاترونجي فاست تايم، والاوناس نوغا عود اترونجي، والدوز والكنز كانوا جاو خيول فرنسيه، يعني كانوا جاو جوج ديال الخيول اترونجي. في 2021 كانوا جاو الخيول الفرنسيه حرف اوه كامل، خيول ديال 7 سنين كانت جات الكورسه مواتي مواتي يعني، ولكن الديفيراج كيجي كامل يعني العود مديفيري راه كيجي. هنا كان جا لي زوت سايدر، كان فقط الجران فافوري ماتيو ابريفال مع فاس سايب هو العود الوحيد اللي كان جا في لي فافوري، وكذلك هنايا كانوا جاو جوج ديال لي فافوري يعني في الفيرجيل، وجاو ثلاثة في الاوت سايدر. على كل حال الزيرو بوا اليوم راه ما جاش، غدا عطينا الدوز والويت والسات والسيس والسانك، هيرمي دي دوا غيكون عنده زيرو بوا، وكذلك الكات جلوبال لوفر والرقم 3 بامبين والرقم 1 بالبور، هادو هما الخيول ديال 0 بوان، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 ديال الخيول في 0 بوان، 8 ديال الخيول في 0 بوان. دونك الا ما جاو حتى واحد فيهم بربليش بحال ديال اليوم ما كاينش، لان الويت شوفوا ديالهم هي 10 وال11 وال2 وال14 وال15 وال13 وال9 وال16، من غير هادو ما غاديش يخلص. الا جات شي حاجه من زيرو بوين غادي يكون خلاص، اما الا جا غير هنايا يموت لينا مثلا واحد من لي فافوري تزاد لينا الطريز مثلا او الناف او السيز، دي زور درا 120 درهم 150 درهم. الناس اللي ما تعرفوش القيمه ديال الكانتي يعني راش صافي، الا شديتي دي زور درا غناك الله، لا راه ما كايناش هادي يا صاحبي، راه دي زور يقدر داكشي اللي لعبتيه ما يعطيهوش لك، ولكن فقط نوري الناس اللي ما تيعرفوش والناس اللي ما عندهمش درايه بهذا الشيء هذا، يعني تيقول لك حكا خصني نلعب نخيل اللي غايجيو، ما عنديش المشكل انا، ولكن راه ما غاديش يخلصوك. الريزورت اليوم راه شناه 120 درهم لا غلى على مسكين، بونيس 3 والبونيس 4 لا شيء. ولو ان التريز ما جاش، طريز والناف ما جاوش، كون جاو الطريز والناف كنظن غادي يدير وقيلا لكم التعليق شحال غايدير كون جا الطريز جا سيزيام. دائما لي بياج ديال لاكورس، واخا تكون كورسه فافوريه واحد العود من لي فافوري كيجر الجانب العالي، حتى الناف دار سيزيام حيدوه اونكيت حيدوه دخلوا الطريز سيزيام. على كل حال الثمانيه ديال الخيل ديال لي فافوري كاين 10 و11 جوج و 14 و 15 والطريز والناف والسايز. العود اللي شك فيه انايا ربما هو هيلو بانامي رقم 14 اللي كان عندنا بسوق النمره جوج، هذا عود كان مشى عليه يوهان بورجو ودابا يعطيه النيفار، كان ربح لينا الكانيون ديالو في الاوتو ستار في الليل في الجمعه ديال الليل، كان مشى عليه يوهان بورجو، ولكن الخيول اللي كانوا مشاو معاه خسروا هاد الخيول، لان تحاضر هاد لاكورس واحد الكورسه اللي كان اللي مشاو معاه اللي كانوا بلاصاو معاه في 46,000 اورو، حتى بوكا دامورا جا ديسكاليفا هو الاول. غادي نحاولوا تبقى فقط وصافي يعني هاد هاشتاغ شامو راه جا خسر في واحد البريلي هو صغير، هو 4 ايام 6 ايام 6 ايام من 12 ايام 6 ايام،
يعني مشاو مع واحد الكاتيجوري اللي شويه زايده عليهم، او ما يرجعوا اللور. حتى هذا اللي مشى معاهم وقيله هيرميس ديكورفيل، ديكروفيل اللي كان عود مرشح في هذا الكورس، اش دار كاتريان في ستوري، كاتريان كاتريان. دونك تيبقى هاد العود اللي ربحهم هما واد هاد السيس هذا اللي كان دار سيزيام، تيبقى نوعا ما. غادي نحاولوا نشوفوا شي خيل كانت جاريه في ديك الكورسه وربحت لينا، ربما لان هاد الكورسه كنت حاضر ليها وخلصات فافوري، كانت خلصات غير لي فافوري، ولكن خلصات لي جيملي ديالها. كان دافيد توما على ما اظن هنا بلاد سعود يقول لي كان ربح لينا واحد من الكورس. غادي نحاول نشوف شكون هما الخيول اللي مشاركين لينا معاهم غدا وجاو بلاصه، يعني لي تروا برومي. وي لا ما كاينينش الاخوان، كاين هينت وكاين هيرميس دو كروفي، لا ما كاينينش. هادي كانت هاديك تخلصنا بها هيكتور، هيكتور ياك مال هيكتور غيشارك لينا غدا، الهيكتور ديال لي توزي هو هيكتور كاين. والهرور دو فلور، الهرور دو فلور يعني خيول واعرة الاخوان كاينين غدا هادو، هيكتور والهرور هيرموسو ما عرفتش، الهيب هيب ما عرفتش، الهافر دو بي ما عرفتش، ولكن هادو اللي ربحوا لينا هاد الخيول الهيكتور والهرور هادو هما اللي لعبناهم، لعبتهم انا اللي لعبت درت فيها ناف اكس. المهم كان ديال ناف دوزيام هو هاد الهيكتور، كان عندي بسوق دافيد توما ناف كات سات. وي وي كانوا جو كنت لعبت فيها ناف سات. دونك هاد ناف سات غادي نختاروها من الكورس دي، ناف سات هما هادو اللي جارين، يعني ما كنتش عندي درايه بيهم، ولكن ناف سات فينا هما ناف سات. لا ناف سات واحد على السايز هيكتور اللي كان مشى لينا على تسعود، والسبعه فينا هو ما كاينش، هو الناف هولور دو فلور يعني ملك ناف سايز. هادو هما اللي ربحوا لينا الكاتيجوري ديال 14، يعني نايس بريزون رقم 13 من الخيول الاجنبيه كتكون قويه. قلنا الناف وقلنا السايز، كذلك الهارميس والأونز هامبتونز وداك البيتكوين عاود الإيطرونجي والكنز الهيسكوت لوف. دونك غادي نحاولو نقصو شي حاجة الخوت، نقصو هاد التمنية ديال الخير خصنا نقصو منهم ثلاثة ونزيدو شي حاجة كاينة هنايا كما كان نخليوهم غي تما، يعني ديك أن تروا كاطر لا علاقة، البيك هام الخمسة لا علاقة، السيس لا علاقة، السبعة لا علاقة، الثمانية لا علاقة، 12 لا علاقة، ولكن راه خصنا نختارو. هذا عود ديال ستيفاني بلوزر، غادي نحاولو نشوفو هاد الدوز هذا اللي عنده الزيرو بواه، تنظن واقيلا بربليش غدا عاوتاني، هذا هو التوقع والله أعلم. أنا كان الناس اللي كيمشيو معايا في لي توكار تيعجبهم لي توكار مرحبا، والناس اللي كيلعبوا تيقلبوا على لي باز فافوري راه كاينين قنوات اللي تحطوا لي باز فافوري، وكاينين قنوات اللي كيحطوا لي باز فافوري ويحلف على العود والله ما يخسر. والله هادي ملي كتجي فافوريه راه كاينو دوك كيهرنطو، ولكن ملي كيجي الطوكار كتكون اراء، يعني الخيور كلها كتقول تتكون في داك دوك القنوات كلها، ملي تيجي تيقول لك راه قلت لكم. المهم اخوتي هذا واحد العود اللي دار لنا الكانتين نافيا 11 في البارود ستار 2751 في 51 0 بوان، عنده 6 ايام في 46 في الانغا، ما عندوش اعاقه بتاتا. دي فيراج كاتر بي ستيفاني بلورر غيكون عنده هذا العود، بنجامين روشار ولد بريار دارك، بريار دارك كنعرفوه مزيان، هذا العود ديال بريار دارك ديال المرحوم فرانك ان. دونك هو عود ديال ستيفاني بلور اللي عنده جوج ديال لي كازاك، هاد العود هولي رولوف، هاد العود الاخوان غادي نحاولو نختارو هاد العود علاش مخبي تما، بنجامين روشار الله القهار القلقا مشى 27 الكسندر ابريفال،
إذن هابي جو دو ليني، راه عاد جرالينا مؤخرا في الكانتين، أنا باقي عاقل على هاد العود، هابي جو دو ليني، باقي عاقل على هاد العود، عاد جرالينا مؤخرا، المهم بان ليا أنا في شي كانتي، بان ليا أنا في شي كانتي هاد العود، يالله، هاد العود بان ليا أنا جاري في شي كانتي، دونك كاين واحد شوية ديال الواي فاي ما كاينش، كذلك الباتري زيرو حتى هو، ايكوري سمارت هو الكوري ديال العشرة، ايكوري سمارت عجرة عجرة تروازيام تروازيام في الفانس 2700، وعلاش اخويا؟ علاش مشى معاك يجيبو معاك؟ علاش لا؟ علاش لا يا الخوت؟ مشى معايا يا اخويا تروازيام في 59 كيلو 59000 اورو اندوز. انا كنلعب اللوجيكال خوت، والعود اللي كيبان لي راه كنختارو نهار اش نهار الهيت سكوت والهاكر لوفر، كانت الكورس عاوتاني جابوها مدقدقة ديزورد، كان داير جد ريال اللي بقى عاقل على الهيت سكوت، الهيت سكوت. اذا هاد العود راه عاد مشى وكان مجرى معاه سيدي هيرميس ليدوا وهولي رولوف، ربما الا بقات كتردني الذاكرة راه غادي نقول لكم ديال من هاد العود دافيد دوما، هذا عود ديال السوزة على ما اظن، هولي رولوف هذا ديال السوزة، لا ديال سيباستيان كاراتو، واش عندو الكاستور فير ولا لا؟ ديال سيباستيان كاراتو هاد العود كندير معاهم. المهم اخوتي بان لكم اللعب، ها انتم الاخوان هذا راجع ربح لينا في الكورسي، وقيل كورسي ولكن هيرمي ليدوار دار لينا تروازيام في الكاتيجوري العالية، ودار لنا فيها ان 14 وكان بعيد، ان 14 مع ان 13 راه كانت بعيدة نوعا ما، وقيل هو هاد العود الاحمر هاي جهيدة. المهم لكم الاختيار، اللي بغى يمشي معايا مرحبا بيه، اللي عنده لعب اخر المهم هاد الدوز راه غندخلوه في البرونوستيك، لان الخيول اللي عندها الديفيراج، الخيول نقول لكم الخيول الفرنسيه والخيول الاجنبيه، الخيول الاجنبيه راه كاين الان والدو والطروا والكات والسينك والسيس والست، سبعه ديال الخيول الاجنبيه، وكذلك نايس بريزون رقم 13 هو خيول اجنبيه، يعني كاينين 8 ديال الخيول الاجنبيه ضد خيول فرنسيه، دونك شكون اللي يقدر ينافسنا تما هو الرقم 13 بدرجه اقل، البيتكوين رقم 2 بدرجه اقل. هذا ما كان اخوتي دوز، هذا هو اللي غنخدموا عليه هذا العود، حيت علاش الخوت راه فيا مندير برونوستيك ونحط غيبر بليش، وانا بحال اليوم كلشي تخلص في الديزورد، ونبدا نبقى نبيع بنادم العجل، ونطلع بفيديو ونكتب فيليسيتاسيون بصحتكم الدراري، 8 ديال الخيل فيها ديزورد، ما عرفتش واش ديك 8 ديال الخيل بشحال، هذا ما كان اولا ندير كوبي كولي للصحافة، انا ما كان بغيش ندير كوبي كولي للصحافة، هذا ما كان الاخوان، دمتم في رعاية الله وحفظه ومع السلامة.